ظافر يخرج ويمثل فيلم جديد مأخوذ عن قصة سعودية ولسه هتحضر البريمير بتاعها، يمكن مع إذاعة الحلقة دي يكون عمل عملت البريمير دي. التجربة التانية ليك في الإخراج يا ظافر، صح؟ احكيلي عنها. تجربة مختلفة بصراحة، لأنه الفيلم الأول كان في تونس طبعا غدوة، حبيت نكمل. لما تقابلنا أول مرة سألتني قلت لي مش تكمل ولا لا؟ أكيد أنا عندي الحلم إني نكمل طبعا في الإخراج والكتابة. فجت فرصة فيلم إلى ابني اللي مختلفة لكن في نفس الوقت السياقة قريبة، اللي هو العائلة، اللي هي الأب والابن والجد. فيلم سعودي، فيلم في جنوب السعودية في منطقة أبها، لكن في نفس الوقت هي قصة إنسانية جدا قريبة من الكل يعني. الإخراج التريلر بيقول إنه في غنى في المشاهد، في إيموشن، في العاطفة يعني إنسانية طبعا. ودي تعتبر بقى اللهجة الكاملة اللي أنت تمثل بيها يا ظافر. أنت بس تونسي ومصري ولبناني وسعودي، في حاجة ما عرفهاش؟ في الإنجليزي. الإنجليزي، أيوة إنجليزي. هذا كتابي، كن حكيما صبورا حاذقا أبدا. واجنح إلى الصفح مهما صار. يعني فجأة قررت ترجع من لندن؟ هذا هو بيتنا اللي تربيت فيه. معقول يصحصح؟ أنت كيف طاوع قلبك تغيب عنك كل هذه السنين؟ لك سنين غايب، تخليت عنا، لا تجيب مشاكلك لنا. ربو يحبك، هو ما يعرف يعبر عن هالشعور. بحبك مرة أخويا. وأنا كمان. أنت ما عاد تعرف تلعب. إيش فيك؟ كيف حالك أبويا؟ مثلما تقرأ المساءات صمتي، بالذكار تقرأتني الحياة. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.